أعزائي، إليكم الطريقة الصحيحة لفحص بطاريات الليثيوم، وأن هذه البطاريات التي تشاهدونها فإنها مفحوصة بطريقة خاطئة، توحي وكأنها عاطلة، ولكن بعضها يعمل ولبعضها دورات شحن وتفريغ كثيرة. الآن أعزائي، كيف نفحص هذه البطاريات وكيف نتأكد أنها سوف تعمل لدينا باستمرارية؟ أعزائي، درسنا لهذا اليوم هو درس عملي 100%. انظر عزيزي، الفولتية لهذه البطارية 0.1%، فولتية قليلة جدا، والجهاز السابق الذي كان لدي لا يقرأها اطلاقا، وكأن بها قطع، يعني مفحوصة بطريقة خاطئة. أعزائي، هذه البطارية كانت تقرأ نفس قراءة الفولتية التي قرأناها في البطارية السابقة، وكانت كلتا البطاريتين متروكة لفترة طويلة جدا من الزمن. والآن أعزائي، انظر 3.75 فولت، وآخر شحن شحنتها قبل 5 ساعات، لم تهبط الفولتية بها لحد الآن. وإليكم الطريقة الصحيحة في الفحص أعزائي. ما تشاهدونه هو مصباح شحن، وظهر أمامكم الفيديو كيف حولته لشاحن بطارية ليثيوم يفصل عند اكتفاء الشحن. هذا مصباح الشحن، له فرق جهد مقداره 4.2 4.18، لا مشكلة. وهذه البطارية التي قمت بفحصها وكان فرق الجهد 0.1% فولت، أضعها هنا على الشحن، ثم أقوم بقراءة فرق الجهد، وإذا هبط فرق الجهد ثم بدأ بالارتفاع تدريجيا، يعني إن هذه البطارية يمكن أن تشحن ويمكن أن يعاد عمرها. ولكن أعزائي، نحتاج إلى أن نتأكد إن أيونات الليثيوم داخل البطارية لم ينتهي عمرها، حيث إني لا أعلم إن أيونات الليثيوم هنا قد انتهت أم لا، فلهذا يجب أن أشحنها هنا، ويجب أن تهبط الفولتية ثم تعاود الارتفاع تدريجيا. هذه هي الخطوة الأولى. أعزائي، هبطت الفولتية والآن بدأت بالصعود. انظر عزيزي، الفولت يصعد. شاهد عزيزي، ما زال الفولت يصعد. عزيزي، أولا يجب أن أتأكد أن من أحد ميزات جهاز الشحن لدي هي ميزة فصل الشحن مثل هذا مصباح الشحن المعدل. عزيزي، أتركها على الشحن ل 12 ساعة، ثم أفصلها عن الشحن وأقوم بقراءة الفولتية، وبعد 12 ساعة أقوم بقراءة الفولتية مرة أخرى، وإن كان هناك هبوط فلا بأس، لا ننسى أنها تركت فترة طويلة، وكانت قراءة الفولتية 0.01، يعني 1% من الفولت، ثم أقوم بشحنها من جديد، وتستمر العملية 3 مرات، أشحن 12 ساعة وأترك 12 ساعة، بعدها أقوم بالفحص، فإذا مرت 24 ساعة وبقيت محافظة على 3.6 فولت أو أكثر، فهذا أمر جيد، وعادت أيونات الليثيوم للعمل من جديد. أما إذا كانت الهبوط بالفولتية كبير، هذا يعني إن الأمر الافتراضي لأيونات الليثيوم قد انتهى. أما إذا كان الهبوط بالفولتية بسيط، فهذا يعود لك في إعادة استخدامها من جديد أو رميها. عزيزي، أعزائي، بقيت لدينا مسألة واحدة فقط، وهي البطارية التي فيها قطع أو التي نعتقد إن فيها قطع وهي تعمل. عزيزي، هذه البطارية تقرأ 0 فولت، والآن نتأكد إن كان بها قطع أم لا. أولاً أتأكد من قراءة الشاحن. عزيزي، سوف أضعها على الشاحن وأتأكد وأقوم بقراءة الفولتية، إن لم يكن هناك هبوط يعني إن البطارية بها قطع، وأقوم برميها واتضح إن فيها قطع. أعزائي، هذه البطارية قراءتها 0 فولت، وهي توهم إن بها قطع، والآن وضعتها على الشاحن وقمت بقراءة الفولتية، وكان هناك هبوط في فولتية الشاحن، ثم بدأ الصعود تدريجيا كما تشاهدون.
أتركها دقائق ثم أفصلها عن الشاحن وأقوم بقراءة الفولتية وهي تعمل الآن. يجب أن نطبق عليها نفس الخطوات التي طبقناها في البداية. أقوم بشحنها 3 مرات لمدة 12 ساعة، والفرق بين كل شحنتين 12 ساعة على شاحن فيه اكتفاء شحن. أعزائي، هذه هي الطريقة الصحيحة في فحص وإعادة الحياة لأيونات الليثيوم المتروكة لفترة طويلة. أعزائي، إن لم يكن لديكم جهاز شحن فيه اكتفاء شحن، فيمكن أن تتابعوا هذا الفيديو الذي أمامكم لتحصلوا على جهاز شحن فيه اكتفاء شحن من مصباح شحن منزلي. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.